السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرؤوف عماد من قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب من أحد الأماكن في الشقة. شوية كده تنبيهات يا جماعة بخصوص حوار معامل القدرة وتحسين معامل القدرة والباور فاكتور والكلام ده كله. من يمية فترة كده شفت سؤال، أو من فترة كده شفت سؤال بيقول لك إن أنا جيت عملت تحسين معامل القدرة أو عملت لوحة لتحسين معامل القدرة. طبعا احنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده يا جماعة عن يعني ايه معامل القدرة، تحسينه، حساب المكثفات بتاعته، الكلام ده في عيوب لتحسين معامل القدرة زي ما فيه مميزات والكلام ده كله. مش هنتطرق للموضوع ده. القصة كلها ان الراجل جه، او السؤال جه اني بيعمل تحسين لمعامل القدرة، وبعد ما حس معامل القدرة وكل حاجة بقت تمام بيركب بيوصل لوحة المكثفات انفجرت. انا بستخدم اصلا عشان احس معامل القدرة ده لوحة مكثفات، تمام، او بستخدم مكثفات. وسؤال تاني برضو، واحد جه وبعد ما ركب تحسين معامل القدرة وروح تحسين معامل القدرة بوصل الكابل انفجر الكابل، كابل انفجر. طيب ايه المشكلة اللي بتحصل معايا؟ بدأت البدء يا جماعة، خلي بالك خلي بالك لما تيجي خلاص خدت القرار انك محتاج تعمل تحسين لمعامل القدرة، لان الباور فاكتور بتاعك اقل من 9 من 10 او اقل من 92% دلوقتي. ففي الحالة دي خلاص حضرتك قررت تحسن معامل القدرة. لما تكون عايز تحسن معامل القدرة خلاص خدت القرار، فهتضطر تدور على المكان يصمم لك اللوحة ويعمل لك ديزاين. من الأفضل إن اللي يعمل لك ديزاين للمكثفات ديت شركة الكهرباء، عشان هي تكون مسؤولة عن الحوار ده وتركبها لك صح، تمام. ده من الأفضل. لو جبت شركة خاصة بقى بلاحظ شوية حاجات. أول حاجة يا سيد الفاضل، لازم تحط جهاز باور أناليسز، وده مهم جدا بأي طريقة بقى. تقولي أنا في مصنع وفقير ومعرفش، اعرف ان في حاجه جهاز اسمه باور انالايزر بيتحط، اللي هو بيشوف الهارمونيكس اللي موجوده معاك في الشبكه قد ايه، وخاصه الثيرد هارمونيك والفيفث هارمونيك. دول شو يعني اكتر حاجه او اكتر هارمونيكس موجوده على الشبكه واخطر هارمونيكس موجوده معاك. فبيبدا يعمل لك اناليسز للهارمونيكس ديت، واذا كانت الهارمونيكس ديت شديده وعاليه فبتضطر قبل ما بتعمل، ممكن تكون انت مش محتاج لوحه تحسين معامل القدره، وفي نفس الوقت ممكن فلتر يخلص الحوار ده، ار سي فلتر، ار ال سي فلتر، ايا كان الفلتر اللي هيتحط يخلص لك الهارمونيكس ديت، وبالتالي الشبكه تظبط معاك. يبقى انت كده بادئ ذي بدء هتعمل لوحه تحسين معامل قدره او مش هتعمل، فشوف الهارمونيكس الاول، ده مهم جدا، لان الهارمونيكس ديت هي اللي بتسبب وعنصر اساسي في تسبيب في انفجار، في السبب في انفجار لوحه المعامل القدره وتحسين معامل القدره وانفجار المكثفات. فلازما قبل ما تعمل القرار ده تقيس الهارمونيكس اللي موجودة عندك، لان حضرتك طبعا لوحة معامل القدرة ديت يعني غالية جدا، ممكن توصل ل200,000 جنيه. فانت انك بعد ما تصرف عليها المصاريف دي كلها تبص تلاقي نفسك خسرتها، ورحت يعني تقعد تكلم نفسك انفجرت ليه، انفجرتش ليه. الهارمونيكس كمان ممكن تؤدي الى انفجار الكيبلز اللي خارجة من لوحة تحسين معامل القدرة. انا بحط المحول وبحط لوحة تحسين معامل القدرة، سواء كانت بعمل تحسين لمعامل القدرة لكل مكنة منفردة او بعمل كتوتال، تمام. والطريقة الاولى يعني انك تعمل تحسين معامل القدرة لكل ماكينة منفردة او على حدة، تمام. تمام حضرتك بقى حطيت معامل القدرة، تعالوا لوحة تحسين معامل القدرة او اسمها كاباستور بانك بقى او ايا كان كاباستي بيسموها ايه يعني. فحضرتك هتحطها، حطيتها، بعد ما حطيتها وصلت الكابل لقيت الكابل انفجر. حضرتك ما درستش الهارمونيكس صح، في حين ان حضرتك حطيت كابل تاني بدلته تاني انفجر تاني. قمت حاطط كابلين مثلا 240، تمام، بعد كابلين فالدنيا ظبطت معاك. القصه كلها ان كان معاك هارمونيكس عاليه جدا، هارمونيكس دي ممكن تكون سببت لانفجار الكابلات، وممكن تكون هي اللي سببت انفجار الكاباستورز بتاع لوحه تحسين معامل القدره. يبقى انا جاي لك النهارده في الفيديو ده بالذات عشان اقول لك خلي بالك من الحته دي قوي. ما تيجي تعمل لوحه تحسين معامل القدره ركز 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 وادرس الهارمونيكس كويس جدا الموجود عندك في مصنع، في الشبكه، في ايا كان الميديم فولتج نتورك اللي عندك ايه، تمام. نيجي بقى لسؤال تاني، اركب لوحه تحسين معامل القدره فين، قبل العداد ولا بعد العداد؟ لوحه تحسين معامل القدره بتدي كيو، كيو ديت هي روح المكنه، روح المحركات الحسيه، روح اي ماشين، لان هي بتغذي الدائره المغناطيسيه بتاعتها اللي على اساسها بينتج حركه وحوارات كده، يعني درسناها كتير او قلناها كتير في فيديوهات الماشين والكلام ده، تمام. انما الكيو ديت بتيجي من
الشبكة لو ما فيش لوحة تحسين معامل قدرة أو مكثفات. العنصر الأساسي اللي بيديني الكيو ديت هو المكثفات. طيب لوحة تحسين معامل القدرة بتبقى عبارة عن مكثفات أنا حاططها علشان تدي الكيو دي بدل ما يسحبها من الشبكة ويأثر على العمر الافتراضي بتاع الشبكة ويعمل حاجات كتير كده. تمام. حضرتك لو حطيت اللوحة ديت قبل العداد، اللوحة قبل العداد، ركز معايا وتخيل المنظر، اللوحة قبل العداد. في الحالة ديت العداد بيعدي عليه حاجتين، بيعدي عليه البي وبيعدي عليه الكيو. تمام، يبقى بيقيس الاتنين بي وكيو. العداد ده انا عايزه يقيس بي بس، اللي هي الاكتف باور، اللي هو هيحاسبني عليها، اللي هو هدفع عليها فلوس. فبالتالي انا احطها بعد العداد بحيث ان كيو ما تعديش على العداد. وفي نفس الوقت بص تلاقي واحد مثلا قام جاي حاطين ايه اللوحه قبل العداد، بعد ما صرف وعمل تحسين لمعامل القدره وفاكر نفسه الغرامه قلت والدنيا قلت، بص لقى تاني سنه نفس الغرامه جايه له. ليه؟ تركيب او مكان لوحه معامل القدره، لوحه تحسين معامل القدره كان غلط، تركيب مكانها او وضعها كان غلط. فموضوع مكانها ده مهم جدا، فركز انت لو مهندس في مصنع او مهندس بتعمل ديزاين للحوار ده للوحة ديت، ركز في الحوار ده. تمام، بالنسبة بقى للباور فاكتور وتصميمه او انت محتاج مكثفات قد ايه، في قانون قلناه قبل كده في فيديو انا مش فاكره اصلا. تمام، في حاجه تانية، في جدول بيقول لك الباور فاكتور اللي عندك دلوقتي والباور فاكتور المطلوب ومحتاج مكثفات سعه قد ايه، وده بيكون اسهل وافضل. يعني مش هقعد بقى اتكلم عن مميزات الباور فاكتور وتحسينه، اتكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده، انما الفيديو ده مخصوص انا عامله عشان الموضوع ده لما تيجي تعمل ديزاين لوحه تحسين معامل القدرة. ان انا كنت في مصنع كان الفولتج فيه فولتج دروب عالي، يعني الفولت مش واصل تمام، وده من المساوئ برضو ان الباور فاكتور قليل. في حاجات كتير فيها مشكلة، سخونية الكابلز، غرامة بتيجي من شركة الكهرباء كل فترة، الكلام ده كله. فركز اوي في حوار الفلتر الاول، تمام، عشان تشوف الدنيا فيها ايه، الهارمونيكس تشوفها كويس، وبعدين لو كده تركب فلتر. لو الهارمونيكس بتاعتك تمام تبدأ ان شاء الله تعمل لوحة تحسين معامل القدرة. من كل قلبي اتمنى لك التوفيق والتميز والنجاح والتقدم. وكالعادة بقى دلوقتي كوت من كتابنا اروع ما قيل في النجاح مع حكم وتراجم بعض المشاهير لعبد الرؤوف عماد. المقولة بتاع النهاردة او الكوت بتاع النهاردة بتقول: الحياة جميلة للمتفائلين ومن يملكون ثقة بالله ومن يعرفون هذه الكلمة قدر الله وما شاء فعل. الكود بتاع النهاردة بتقول انك لازم أن تبقى مؤمن بالله، والنتائج ديت مش بتاعتك، دي بتاع ربنا. اعمل اللي عليك، خد بالاسباب، توكل على الله، ابدأ طور وعدل وفتش ودور وهكذا، والنتائج دي مش بتاع النجاح او فشل، مش بتاعك. ممكن يكون حد نجح وخلاص، يعني بيذاكر كويس جدا ومتفوق جدا طول السنه، وفجاه النتيجه كانت سقوطه بسبب انه عمل حادثه او حصل له ظرف. فالنتائج دي بيد ربنا سبحانه وتعالى، توكل على الله، خد بالاسباب، اسعى اسعى اسعى، ورزقك ده ما حدش هياخده غيرك. يعني ليه؟ لان عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ارجو حضرتك استفدت. لو حضرتك استفدت لايك وشير، لو امر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أنا ما خدتش كورسات قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على يوتيوب. أيوة فعلا، اللي أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا ما خدتش كورسات قبل كده، ولا عمري رحت وخدت كورس. يمكن خدت كورس أوتوكاد في 2011، أعتقد إن كل الباقي يعني كلاسيك كنترول اتعلمت في البداية، رحت المصانع، ولما اتعلمت في المصنع بدأت أشوف كورسات على الإنترنت، السيلف ستادي. كورس التمديدات الكهربية خدته سيلف ستادي برضو على الانترنت. كورس الانفرتر اتعلمته عملي مع نفسي. كورس البي ال سي اتعلمته مع نفسي برضو على الانترنت سيلف ستادي. كورس الماشينز اتعلمتها برضو مع نفسي سيلف ستادي. قراية كتير. ايه ده يا باشمهندس، انت عايز تقول لنا ايه؟ عايز تقول لنا الكورسات ملهاش لازمة؟ لا، ما اقدرش اقول كده، ما اقدرش اجزم بالموضوع ده ان الكورسات ملهاش لازمة، بل اني شايف ان الكورسز بتحط رجلك على الطريق برضو، وبتقربك قوي من الناحيه العمليه، خاصه اذا كان الكورس عملي. يعني لو المعمل مجهز بمحركات ولوحات وكونتاكتورز والحاجات دي كلها بتشوفها على ارض الواقع وعمليا، ده مهم جدا جدا وهيفرق معاك. انما القصه كلها الموضوع مشي معايا بالعكس، انا بدات الاول حطيت رجلي على ارض الواقع، وبعد كده بدات اشوف الحاجه اللي انا محتاجها فبدات اذاكرها. فاهمني؟ الاول رحت شفت الكونتاكتور وما كنتش اعرفه، بعد كده لما شفته بدات ابحث ده ايه وتعلمته. فبدات لما اجي اتكلم عن كونتاكتور او اتكلم عن ريلي، انا عارف انا بتكلم عن ايه، عارف يعني ايه نقطه مساعده، عارف يعني نقطه ايه نقطه نورمالي اوبن، عارف يعني ايه نقطه نورمالي كلوز. كل ده انا شفته الاول عملي، وبعد كده رحت شفته على ارض الواقع.
شفته على الانترنت ولا تذكره واعرف الميكانيزم اللي بين الحاجات دي بتشتغل بيها ازاي. القصه كلها برضو ان الجانب الاكبر اللي انا عايز اقول لحضرتك ان الحاجه اللي هتثقل مهاراتك فعلا هو القرايه وكثره البحث والاطلاع. دي فعلا هتكسر اللي هتثقل مهاراتك وهتخليك يعني I think هتخليك perfect في اي حاجه انت بتشتغلها. كمان يكون عندك حماس وشغف بالحاجه انك عايز تعرف، فاهم؟ انما الكورس هو كده كده خطوه وليس نهايه، يعني مش مجرد انك خدت كورس بقيت بيرفكت في الحاجه ديت. فلا انا اعتقد ان انت خدت كورس وحط رجلك على الطريق، هو ساعدك خطوه عمليه. هو الكورس ممكن يكون 3 اسابيع، شهر، شهرين، 3، بس مش هيديك كل حاجه في حياتك. اي محاضر في الدنيا مش عنده كل حاجه ان هو يديها لك كل حاجه. ممكن كل اللي انا اقدر اوعدك بيه انك هتبقى قوي لما تكون دائم البحث والاطلاع ودائم القراءه ودائم متابعه اخبار الناس اللي في المجال ودائم متابعه الاخبار الشاطرين في المجال ده كله. اعتقد ان هو هيفيدك جدا جدا جدا. فجول للعلم اللي هيبقى عندك وجول لمهارتك وجول لشطارتك ان هيبقى من القراءه والاطلاع ومتابعه اهل العلم والخبره. ان في حاجات عايز اقول لك ان هي ما بتجيش الا بالايه، الا لما تكون عشرت حد عمل الحاجه دي بايده كذا مره. يعني ممكن اقعد اكلمك كتير عن السباحه وانك ازاي تعوم، بس عمرك ما هتعرف تعوم فعلا الا لما تنزل تجرب. هذه هي النقطه. لكن المعرفه والعلم والقراءه دي بتعمل لك ادراك وبتوسع ادراكك بان في حاجه معينه موجوده اسمها كذا. ده هيفيدك وبيديك برضو المام بشيء انت ممكن ما تكونش سمعت عنه قبل كده. يعني مثلا هنقول سي مثلا دي في حاجه اسمها اردوينو. انت لما قرات عن الاردوينو عرفت بيشتغل ازاي، بيعمل ايه فايدته والكلام ده كله، تمام؟ لكن انت ما كانش عندك ادراك قبل كده ان في حاجه اسمها اردوينو. انا قصدي ان القراءه هنا فادتك او نفعتك بانها خليتك تدرك ان في حاجه اسمها الشيء الفلاني. مثلا التصوير الحراري، انت ما تعرفش يعني ايه التصوير الحراري ولا استخداماته في الكهرباء، فبدات تسرش وانت بتقرا كده وبتلف وبتتابع حد او تتكلم مع حد، عرفت يعني ايه تصوير حراري وبدات تعمل عنه سيرش وتعرف يعني ايه، وادركت ان في حاجه كويسه. مثلا لو انا عندي اعطال في مصنع واعطال كتير جدا وبتتكرر، فنقول طب ما نصور المكان ده تصوير حراري يا جماعه، نشوف ايه الدنيا، نشوف ايه تمام. هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. خد كورسز، ده مهم. بس انا يا باشمهندس النهارده مش عندي فلوس ولا عندي مقدره ان انا اخد كورسات. برضو مش مهم، عادي خالص، ما ترهقش نفسك ولا ترهق اهلك بان انت يبقى عندك محتاج فلوس، والناس قدر خيرهم ربنا باللي قدروا عليه وجزاهم الله عنا كل خير. كل واحد في الدنيا خد بالك ان ابوك وامك هم عايزينك الوحيدين في العالم اللي بيتمنوا انك تكون افضل منهم، وكمان واحد هو استاذك، بس ابوك وامك اكتر. يعني استاذك ميبي لو انسان مش تمام ممكن ما يخلكش احسن منه، فاهم؟ لكن ابوك وامك هما اللي اكيد، وانا متاكد من كده، ان هما عايزينك تبقى احسن واحد في الدنيا. فدي خليك متاكد منها. فهم ربوك باللي يعرفوه. يعني لو كان عنده افضل من اللي هو علمك بيه كان اكيد ادهولك، كان اكيد علمك اكتر منه. انا متاكد يعني فعلا. وحتى واحد لمسها بقى لما بقى اب، يعني شوف انت بتعمل مع ابنك ازاي، والدك كان كده معاك، تمام؟ فما ترهقهمش بكثرة الاموال ومحتاج كورسات ومحتاج مش عارف ايه والكلام ده كله. اصبر واحتسب، ابدأ باي شغل، المهم تبدأ. الخطوات الاولى بتبقى تقيلة، العربية عشان تطلع في الاول بتبقى محتاجة عزم شديد وتبقى تقيلة شوية. بمجرد ما تاخد سرعتها بتحس ان الانتقال فيها بيكون سهل، اللي هو انك بتنقل من الفتيس او الكلام ده، دي واخدة سرعة. هو ده نفس الموضوع في حياتك. في بداية حياتك هتتعثر شوية، هتقابل عقبات، هتقابل ظروف، تقابل حاجات كتير، ده كله هيقابلك. انا متأكد. اصبر، ابدأ، ابدأ بأي شغل، ما تقولش لأ. صدقني الشغل بيجيب شغل، الشغل هو اللي هيجيب شغل، الشغل هو اللي هيعرفك بالناس، الشغل هو اللي هيخليك في مكان ما. وجهز نفسك دايما، كن دايما للاطلاع ومطور نفسك وخليك جاهز دايما للفترة الجاية. اعرف كتير ان رزقك محدش هياخده غيرك، اعرف كتير وتأكد انك مفيش حيلة في الرزق. يعني مهما تعمل هو رزقك اللي هتاخده، ولكن انت كل اللي عليك انك بتجتهد. واعرف ان انت ولا انت ليك رزق معين وقدر معين عمر ما حد هياخده غيرك، فانت ارتاح، تمام؟ ما تبصش لحد في رزقه، ما تبصش لزمايلك في رزقهم. اسعى، جات لك فرصه ابدا قارن وقرر وخد قرار وتوكل على الله. في كل الاحوال كن دائم التحسن،
وعندك حاجة زي اليابانيين دايما عايشين لحاجة وفقا لقاعدة اسمها الباور اوف كايزن، اللي هي قوة التحسن المستمر، دايما عندهم قوة تحسن مستمر، دايما مفيش حاجة اسمها يأس، دايما شغالين على طول. دايما اعرف ان طالما في عقبات يبقى انت ماشي كويس، اعرف ان الطريق المستقيم مش بيصنع سواق ماهر، اعرف ان البحر الهادئ مش بيصنع بحار ماهر، لازم يبقى في عقبات يبقى انت كده كويس ماشي في الطريق الصح. اعرف ان طالما في ليك ناس بتعارضك، ناس عايزة توقفك، ناس بتقولك انت مش هتنجح، اعرف انك ماشي كويس، وقابلك ان شاء الله رب العالمين على قمة جبل النجاح بإذن الله جل وعلا. جدعان طور نفسك، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، ودايما حضر الدافع، خلي الدافع، حضر الدافع اللي يصحيك من النوم. دور على اكتر حاجة انت بتحبها في حياتك. احيانا كتير محدش بيلاقي نفسه في اول يوم يا جماعة، يعني احيانا كتير ناس مش لاقية نفسها في مكان معين، ناس مش لاقية نفسها في حاجة بتحبها. انت عارف انت الكلمة اللي كان دايما جوبز بيقولها، افعل ما تحب وسيتبعك المال، ولو تجد ما تحب استمر في البحث عنه حتى تجده، كل كما هو الحال في كل مسائل القلوب. لو انت شفت حد كده وتعلقت بيه وحبيته، كل مسائل القلوب هي كده، لما بتقابله بتحبه وتقع عليه، فانت هتعرف اللي بتحبه لما تقابله. حتى انك تبحث وتدور عليه، في ناس بتلاقي اللي بتحبه في سن صغير، يعني جوبز دايما بتاع شركة ابل طبعا كان دايما يقول انا محظوظ ان انا عرفت شغفي في سن صغير، هو عن تقريبا 20 سنة كان عارف شغفه بالالكترونيات والكلام ده. فهو بيقول انا محظوظ لان انا عرفت شغفي في سن صغير. في حد تاني مثلا بقى رئيس مثلا الولايات المتحدة الامريكية وعنده 56 سنة، في واحد بقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية ب40 سنة. انا قصدي الفرصة متقسمة ومش بتيجي لكل الناس في نفس الوقت. كل الموضوع انت ممكن تقعد 20 سنة عشان تحقق نجاح، وممكن تقعد 5 دقايق عشان تهدمه. في واحد ممكن يحقق نجاح في 10 سنين، ممكن واحد يحقق نجاح في 5 سنين. اشتغل، افعل اقصى ما في وسعك، دي كل وقتك. احيانا هتأثر في بعض الجوانب التانية، ولكن سيب بصمة، افعل شيء، حاجة، سيب حاجة، يعني بليز سيب حاجة. عايزين نقول كان فلان معدي من هنا كان سايب حاجة. اشتغل على نفسك بس، مش تعب حاجة تانية، نفسك بس، اشتغل على نفسك بس. ماليش دعوه بفلان بقى عمل مش عارف ايه وفلان عمل مش عارف ايه. واحكي له قصه الضفدعه. الضفدعتين وقفوا في البير، تمام. الضفدعتين دول لما وقفوا في البير اللي حصل ان هم خلاص بداوا ينطوا ومش عارفين يطلعوا. المهم الضفادع التانيه زمايلهم واقفين فوق بيقول لهم خلاص استسلموا، هتموتوا خلاص، انتوا كده كده ميتين، مفيش حد هيعرف يطلعكم، كده كده هتموتوا. واحده منهم تنتها استسلمت لكلامهم وسابت نفسها ووقعت في قاع البير وماتت. التانية تنتها تنط وتعافر وهم يقولها لأ هتموتي زميلتك ماتت، وهي برضو ما سمعتش الكلام وعمالة تنط وعمالة تنط وعمالة تنط وعمالة تنط. فجأة وصلت لحافة البير فوق، قالولها انت ايه ما كنتيش سمعانا؟ قالت لهم انا مصابة بصمم جزئي ما بسمعش. ده لحسن الحظ طبعا، فانا عايزك يبقى عندك صمم جزئي لهؤلاء المحبطين، لان انت هتنجح. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، ربنا بينجح. يا سبحان الله اللي بياخد بالاسباب بينجح، حتى الكفار اللي هم ما بيعملوش اي حاجه، اللي هم بيتقنوا العمل بس ربنا بيديهم، اللي هم بيتقنوا العمل بياخدوا بالاسباب تلاقيه بينجح في العمل. فانت اصلا مسلم وراجل كويس جدا، ويعني حتى الناس اللي هم مش مؤمنين بالله تلاقيهم بياخد خطوات ودراسات وبيبدأ يعمل، فبياخد نتائج ناجحة. ليه؟ لأنه خد بالأسباب. فإحنا بقى عندنا حاجتين، عندنا مسبب الأسباب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وعندنا الأسباب ناخد بيها. فلما تاخد الاتنين دول مع بعض تبقى أنت أحسن منهم بحاجات كتير، يعني إنك ربنا يكرمك، إنك ربنا يوفقك، فأنت بالإيمان، إيمان وعمل، تمام؟ فما تحاولش بطريقتنا كده عامية تنام في الخط تمل، حاول تعمل فرق. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين، اتمنى لك دوام التوفيق والنجاح، اتمنى لك حياة مليئة بالازدهار والتقدم. تنسناش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، وكلم حد عن عبد الرؤوف 89، وممكن تدعمنا على باترون لو حضرتك مقتنع باللي احنا بنقدمه وعايزنا نطور القناة عشان تستثمر في تجربة تكون افضل ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله.